وللتعليق على الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من إسطنبول عضو اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقي أحمد الغانم. أهلا ومرحبا بك أستاذ أحمد. بداية، أصدرتم بيانا عن انسحاب محمد توفيق علاوي وتنحيه عن تشكيل الحكومة الجديدة، كيف تقرؤون هذا القرار من محمد توفيق علاوي؟ بدأ أهلا وسهلا ومرحبا بك، أشكرك وأشكر مشاهدينك الكرام. حياك الله. الله يخليك ويحفظك. طبعا اليوم تنحي علاوي عن تشكيل الحكومة هو انتصار كبير لجميع الثوار الأبطال المرابطين في ساحات المنازل الكبرى والتحدي، وانتصار أيضا للشعب العراقي الأصيل، وانتصار لدم الشهداء الأبرار الذي سقط في ساحات التظاهر، ساحات العز والشرف، وكذلك الجرحى. نتمنى لهم الشفاء العاجل في هذا اليوم، النصر، نصر إسقاط تشكيلة حكومة العلاوي. نعم. الحقيقة أن إرادة الشعوب هي التي تنتصر دائما، وعند انتصار هذه الإرادة لابد أن يتم التغيير وفاء لدم الشهداء والجرحى. وهذا النصر هو المستفيد منه والفائز الأكبر فيه هو الشعب وإرادة الشعب العراقي الأصيل الذي خرج في أول أكتوبر وقدم الشهداء من أجل الحصول على وطن فيه الكرامة والعيش الحر الكريم. ولهذا مثلما سقطت في البداية حكومة عادل عبد المهدي، لابد أن تسقط حكومة علاوي. طيب، ما هو تفسيركم لعدم تمرير حكومة محمد توفيق علاوي، يعني رغم وجود دعم كبير من قبل مقتدى الصدر والكتل الحزبية الحاكمة، وكان هنالك إصرار على تمرير هذه الحكومة؟ الحقيقة الكل يعلم والجميع يعلم أن هناك صراعات وإرادات مستمرة في داخل مجلس النواب بين الكتل والأحزاب الفاسدة، وانقسامات حادة للاستحواذ على المكاسب السياسية والاقتصادية، ويسعون دائما إلى نهب أموال العراق. بجانب هذه الممارسات، الحقيقة هناك انفلات أمني، وهناك ميليشيات مرتبطة بالأجندة الإيرانية، وهناك انتشار للأسلحة التي خارج عن سيطرة الدولة. كل هذه الأمور الحقيقة أدت إلى إفشال تشكيل حكومة علاوي. نعم. وأهم من هذه النقاط هي الإرادة الشعبية الحرة الحقيقة، يعني لابد أن نقف أمامها بكل حقيقة إجلال وتقدير، هذه الوقفة الشعبية التي أرادت أن تسقط هذه الحكومة وعدم تشكيلها، وسوف تستمر هذه الإرادة إلى أن تسقط العملية السياسية بالكامل، ولا بد أن يصير التغيير في العراق وتطلع وتبزغ شمس الحرية في أرض الرافدين إن شاء طيب الله. كيف يمكننا تفسير مدى تراجع النفوذ الإيراني في العراق في ظل انسحاب محمد علاوي من تشكيل الحكومة الجديدة؟ الحقيقة اليوم هو انهزام للإرادة الإيرانية، للوجود الإيراني في العراق ولأدواتها التي تعمل في العراق. نعم. هذه الأدوات أمام الإرادة الشعبية الآن أصبحت